بسم الله الرحمن الرحيم مع فرع جديد من فروع التشريح وهو أخطرها على الإطلاق هو النيورو أناتومي أو السنترال أناتومي أوف ذا سنترال نيرفس سيستم. النيرفس سيستم في جسم الإنسان بيتكون من جزئين، سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ده هو موضوعنا على مدار المحاضرات اللي جاية. ده بيتكون من برين وسباينال كورد. البريفرال نيرفس سيستم ده عبارة عن شبكة من الأعصاب، 12 منهم 12 زوج من هذه الأعصاب كان بيخرج من البرين فبيسموه كرينيال نيرفس، وواحد وتلاتين زوج من هذه الأعصاب كانت بتخرج من السباينال كورد فبيسموها سباينال نيرفس. احنا موضوعنا احنا هنتكلم على السنترال نيرفس سيستم علشان نفهم كويس وظيفة هذا الجهاز. هو الجهاز المختص بالتالي، مختص بثلاث حاجات: انه يستقبل السنسيشن من كل انحاء الجسم عبر الاجزاء المختلفه من النيرفس، من البريفرال نيرفس سيستم، يعني عن طريق النيرفس المختلفه سواء كان كرينيال او سباينال. كل السنسيشن بتاع جسم الانسان هيمشي في هذه المسارات كي يصل الى السنترال نيرفس سيستم. الوظيفه الثانيه ان السنترال نيرفس سيستم هياخد هذه السنسيشنز ينسقها ويرتبها ويظبطها، ثم بناء على توصيفه لها هيعمل العمل الثالث بتاعه. العمل اللي فات ده كان اسمه الانتجريشن. العمل الثالث من وظائف السنترال نيرفس سيستم انه بناء على فهمه لمختلف انواع السنسيشن هيرسل الموتور اوردرز، الاشارات العصبيه المحركه. المحركه لمين؟ المحركه الاعضاء المرجوه، الاعضاء المستهدفه سواء كان عضلات أو أعضاء. مين وسيلة الاتصال اللي هتمشي عليه هذه الإشارات الحركية؟ وسيلة الاتصال هو البريفرال نيرفس سيستم، اللي هو مين؟ اللي هو أزواج الكرينيال نيرفس والسباينال نيرفس، اللي كانت وظيفتها الأساسية إنها ترانسميت ذا سنسيشن للسي إن إس وتكري الموتور أوردرز من السي إن إس إلى التارجت أورجانز في المسلز أو في الجلانز. ده الشكل العام للنيرفس سيستم. احنا هناخد السنترال نيرفس سيستم ونبتدي ندرسه، ندرس الوصف التفصيلي لاجزائه المختلفه بمنهجين اتنين. المنهج الاول هندرسها من الخارج، والمنهج الثاني هندرسها من الداخل، يعني هنشوف الاكسترنال فيتشرز والانترنال ستراكشرز. هنبتدي اولا بالاكسترنال فيتشرز لكل من السباينال كورد والبرين، وهتبتدي اولا بالسباينال كورد. السباينال كورد كديفينيشن هو اللور بارت اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. طيب كاكسترنال فيتشرز، الملامح الخارجيه بتاعته تشمل رؤوس الموضوعات الاتيه: الشيب، السايت، اللينس، الاكستنشن، وحاجات تانية اضافيه. تعالوا نشوف كده مع بعضنا الشيب. شكل السباينال كورد ايه؟ احنا بنقول السباينال كورد عباره عن كومبريسد ريجولار سيلندريكال ماس، يعني كتلة مضغوطة وشبه اسطوانية، مش اسطوانية تماما. مكانها فين السايت؟ قاعدة انسايد ذا فيرتبرا الكنال. ما هي الفيرتبرا الكنال؟ احنا لو فاكرين شكل الفيرتبرا، ادي فيرتبرا وتحتها فيرتبرا تانية وتالتة لحد ما نخلص الفيرتبرا الكولا. كانت الفيرتبرا مكونة من جزئين، جزء امامي اسمه بودي وجزء خلفي اسمه ارش، بينهم فتحة اسمها فيرتبرا الفورامين. الفيرتبرا الفورامين بين كل فيرتبرا والتانية لما نجمعهم مع بعض هيعملوا لي تيوب او كنال يسموه بوني كنال، يسموها فيرتبرا الكنال. يبقى الفيرتبرا الكنال هي محصلة او مجموع الفيرتبرا الفورامينا لكل الفيرتبري المختلفة المكونة للفيرتبرا الكولا. يبقى مكان السباينال كورد انسايد ذا فيرتبرال كانال. طب اللينس طوله قد ايه؟ طوله 45 سم، ده في الادلتس في الكبار، او بمعنى اصح
25 سنتي أقل من طول الفيرتبرال كولم. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن السباينال كورد does not occupy the whole length of vertebral canal، لأنه بيخلص عند مستوى معين. طيب من فوق بيبتدي فين؟ شوية من تحت الفورامن ماجنم. الفورامن ماجنم ده اللي هو أكبر فورامن في البيز أوف ذا سكال، بيبتدي من تحتها as a continuation of the medulla oblongata اللي هي الجزء الأسفل من البرين ستيم، ويفضل ماشي في الفيرتبرال كانال حتى يصل لمستوى الأبر اللور بوردر أوف ذا فيرست لمبر فيرتبرا أو الأبر بوردر أوف ذا سكند لمبر فيرتبرا أو إن بتوين ذي تو. معنى الكلام ده ان السباينال كورد لا يشغل does not occupy the whole length of vertebral canal. طيب معنى لهذا الكلام، الكلام ده في الادلتس. طب امال في الاجنة والصغار؟ الاجنة والاطفال الصغار كان في اختلافات لمستوى نهايات السباينال كورد inside the vertebral canal. بمعنى ايه؟ هنقول الجنين في عمره داخل رحم الام في شهره الثالث، الجنين في شهره الثالث كان السباينال كورد واخد كل اللينس the whole length of vertebral canal، ده لما كان في الشهر الثالث. ولما اصبح في الشهر التاسع اللي هو بيقولوا عليه الفول تيرم، السباينال كورد وصل لمستوى السيرد لمبر فيرتبرا، يعني طلع فوق شويه. فعشان كده بقول لك القاعده الظريفه، لما كان سيرد كان فل، ولما بقى فل بقى سرد. يعني ايه؟ يعني الجنين لما كان في الشهر الثالث السباينال كورد كان واخد الفول لينس اوف فيرتبرال كانال، ولما الجنين كبر واصبح فول تيرم، فول تيرم يعني في الاند اوف بريجننسي في نهايه الحمل، السباينال كورد كان عند مستوى السيرد لمبر فيرتبرا. اما في الكبار زي ما اتفقنا فالسباينال كورد كان بيصل في الكبار لحد مستوى اللور بوردر of the first lumbar vertebra. ده بيسموه الـ age variations of the level of termination of spinal cord، اختلافات نهاية الـ spinal cord داخل الفيرتبرال كانال مع الأعمار المختلفة من حياة الإنسان سواء كان جنين أو أدلت. نهاية الـ spinal cord، السباينال كورد اللي بينتهي عند الليفل اوف ذا لوور بوردر اوف فيرست لمبر فيرتبرا، بينتهي از ايكونيكال ماس، ككتله مخروطيه يسموها كونس ميدلاريز. كونس ميدلاريز دي اسم نهايه السباينال كورد. وعند هذا المكان احنا قلنا في سباينال نيرفز بتخرج من السباينال كورد اللي هي خارجه بالعرض ديت، لكن في هذا المكان النيرفز هتنزحم، السباينال نيرفز اللي خرج من اللمبر والسكرال والكوكسجيال هتتزاحم مع بعضها وتكون شكل يشبه ديل الحصان، زي ايه؟ التيل اوف هورس، يسموه كودا اكوينا. ما هي الكودا اكوينا؟ هي زحمه السباينال نيرفز اللي خارجه من اللمبر والسكرال والكوكسجيال ريجونز اوف او سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، زحمتها فين؟ بعد نهاية السباينال كورد، يسموها الكودا اكوينا. ادي نهاية السباينال كورد اللي اسمها كونس ميدلاريز. طيب ننتقل بعد كده على نقطة تانية، هي شكل السباينال كورد. هل هو سيلندريكال ماس اليونيفورم بتاعها مستوي؟ ابدا. بنقول ان السباينال كورد along its whole course ما بيشكلش does not form complete cylindrical mass، لكنه بيشهد تضخمين اتنين في مساره. التضخم الاول في منطقة النك يسموه cervical enlargement او cervical bulge، التضخم الثاني قاعد في منطقة اللمبر ريجون وبيسموه lumbar enlargement. يبقى هنا عندي فيه تضخمين اتنين، cervical enlargement واللمبر انلارجمنت. لماذا السباينال كورد بيتضخم في المكانين دول؟ السيرفايكال انلارجمنت هذا التضخم في مسار السباينال كورد علشان يناظر
تكوين تو بلكسسز، البريكال بلكسس والسيرفيكال بلكسس. اما في منطقه اللامبر ريجون فكان هذا الانلارجمنت في الكورس اوف ذا سباينال كورد كان علشان مكان الاوريجين بتاع اللامبر بلكسس. طيب يا ترى السباينال كورد هو في مكانه كان متغطي ولا عريان؟ السباينال كورد في مكانه انسايد ذا فيرتبرال كانال. الفيرتبرال كانال دي بوني كانال، مش معقول النيرف يحك فيها هيتكهرب. فربنا سبحانه وتعالى كان حماه، كان غطاه بثلاث اغطيه مختلفه. يبقى ذا سباينال كورد از كفرد ان اتس بوزيشن انسايد ذا فيرتبرال كانال بثري ممبرينس انفلوبس. مين هم الثري ممبرينس انفلوبس دي؟ بيسموها المينينجيس او السحايا. هنرتبها كده من سوبرفيشال دي يعني من بره لجوه. اول غطا مغطي السباينال كورد يعني من ناحيه العظم، من ناحيه عظم الفيرتبرال كانال، اسمه ديورا ماتر. وديورا ماتر دي عباره عن سيك فايبرس ممبرين اللي هي الام الجافيه. الطبقه الثانيه اللي تحت منها دي عباره عن ترانسبيرنت ممبرين يسموه اراكنويد ماتر اللي لونها هنا لونها اخضر. الديورا لونها بنفسجي هنا، واما الاراكنويد فكان لونها اخضر. الطبقه الثالثه يبقى الاراكنويد ماتر الطبقه الثانيه دي بيسموها الام العنكبوتيه. اما الطبقه الثالثه الممبرينس انفلوب الثالث من المينينجيز اللي مغطي السباينال كورد فهو المباشر اللي قاعد مباشره فوق السيرفيس اوف ذا سباينال كورد وبيسموه البيا مطر او الام الحنون. ليه سموه بيا مطر؟ اولا انه لايز دايركتلي اوفر ذا سبستانس اوف ذا سباينال كورد. السبب الثاني انه فيرملي ادهرنت، يعني ايه؟ يعني لازق بقوه، مشدود بقوه للسيرفيس اوف ذا سباينال كورد، كودنت بي سيبريتد ايزلي، يعني ما ينفصلش بسهوله عن السيرفيس اوف ذا سباينال كورد، زي الام التي لا يمكن نزعها عن ابنها، فبيسموها الام الحنون، فبيسموا هذه الطبقه اللي هي البيا ماتر الطبقه الثالثه الام الحنون. يبقى في عندي ام جافيه ديورا ماتر، ام عنكبوتيه اراكنود ماتر، وام حنون اللي هي البيا ماتر. طيب السباينال كورد احنا قلنا انه بيخرج منه 31 زوج من الاعصاب يسموهم سباينال نيرفز. السباينال نيرفز دي بتتكون من ايه؟ بتخرج ازاي؟ كل سباينال نيرف منهم بيخرج من السباينال كورد بتو روتس. روتس من الناحية الامامية او الناحية البطنية يسموه فينترال روت، اللي هو ده الفينترال روت اهو، وده الفينترال روت اهو، وده الفينترال روت اهو، يبقى ده الفينترال روت. وروت تاني من الناحية الخلفية الظهرية يقول عليه دورسال روت، من هنا اهو، والدورسال روت من هنا من الناحية التانية اهو. يبقى السباينال كورد يخرج من السباينال نيرفز، تخرج من السباينال كورد بتو روتس. التو روتس يجمعوا مع بعض عند الانتر فيرتبرال فورامن. هذا هو الانتر فيرتبرال فورامن. طب احنا عرفنا الفيرتبرال فورامن والفيرتبرال كانال. الفيرتبرال فورامن والكانال دي عبارة عن فتحات بين البودي والارش بتاع الفيرتبرا اللي قاعد في السبانال كورد. اما الانتر فيرتبرا الفورامين فدي فتحات جانبيه توجد بين كل فقارتين متتابعتين يسموه الانتر فيرتبرا الفورامين، تخرج منه السباينال نيرف. فالسباينال نيرف يجي عند الانتر فيرتبرا الفورامين واللي يعمل ايه؟ يتحد التو روتس مع بعض. التو روتس الفنترال روت والدورسال روت هيتحدوا مع بعض عند الانتر فيرتبرال فورامين ويكونوا ايه؟ يكونوا الميكسد نيرف ترانك. الفنترال روت ده وظيفته الاساسيه ده موتور روت، والدورسال روت وظيفته الاساسيه ده سنسوري روت. لما يتجمعوا مع بعض يعملوا الميكسد نيرف ترانك اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى نيرف مخلط في سنسوري فايبرز وموتور فايبرز. ثم اول ما يطلع على طول هينقسم الميكسد نيرف اللي هو السباينال نيرف، يعني هينقسم الى كل من الفنترال ريمس والدورسال ريمس، هنجد فايبرز مخلطه ميكسد سنسوري وموتور. يبقى الفنترال روت ده بيور موتور، والدورسال روت ده بيور سنسوري، الميكسد نيرف ترانك ده ميكشر من الاثنين. لما يتقسم للتيرو ماي كل ريمس فيها نيرف فايبرز مخلطه
سنسوري على موتور. طيب السباينال كورد هو قاعد في مكانه، يا ترى متثبت ازاي؟ فيكسيشن اوف ذا سباينال كورد، هاو ذا سباينال كورد از فيكسد ان اتس بوزيشن انسايد ذا فيرتيبرال كانال. السباينال كورد هيتثبت في مكانه بتلات عوامل اساسيه، ثلاثة اناتوميكال ستراكشرز هيساهموا في تثبيت السباينال كورد، واحدة من تحت خالص، واحدة من فوق، واحدة من الجوانب. اللي من تحت خالص اسمها الفايلم تيرمينال. ايه هو الفايلم تيرمينال؟ بصوا معايا، الفايلم تيرمينال السباينال كورد لما بينتهي عند المستوى الفيرست لامبر فيرتبرا، احنا قلنا متغلف بتلات اغلفة، ديورا مطر تحتها اراكنويد مطر، ولازق من هنا البيا مطر. البيا مطر الحنونه اللي هي الام الحنون اللي لازقه على السباينال كورد تماما، هذه البيا مطر هتحزن على نهايه السباينال كورد. السباينال كورد لما خلص في هذا المكان اسكونس ميدالاريز هتحزن عليه البيا مطر، فتذبل وتضمر وتكون فايبرس ثريد لايك ستراكشر. يعني ايه؟ يعني يتكون ستراكشر يشبه الخيط، يسموه فايلم تيرمينال. اذا الفايلم تيرمينال هو نهايه البيا مطر مع نهايه السباينال كورد، هتفضل ماشيه في الفيرتبرال كانال لحد التب اوف ذا كوكسكس، لحد قمه العصعص، وتعمل على تثبيت السباينال كورد في مكانه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي هتثبت السباينال كورد دي من فوق اللي هي الديورة مطر، فهنجد الديورة مطر هتثبت السباينال كورد من فوق في المارجنز اوف ذا فورامين ماجنم، وفي السايدز في الجوانب في المارجنز اوف ذا انتر فيرتبرال فورامين. يعني المارجنز اوف ذا فورامين، فورامين ماجنم من فوق وانتر فيرتبرال فورامين من الجوانب، تعمل على تثبيت السباينال كورد. اما العامل الثالث، يبقى احنا كده خدنا واحد وخدنا ثلاثة. العامل الثاني اللي هو ليجامنت شهيرة اسمها دينتيكيوليت ليجامنت. ايه الدينتيكيوليت ليجامنت ديت؟ دينتيكيوليت يعني مسننة، جاي من دينتستري الاسنان، كلية طب الاسنان فاكولتي اوف دينتستري. فهنا دينتيكيوليت الليجامنت الاربطة المسننة عاملة زي الاسنان. هي عبارة عن ايه؟ هي derivatives من الديورة مطر بتخرج من الجوانب وتعمل على تثبيت السباينال كورد في جوانب الفيرتبرال كانال. بهذا الشكل يثبت السباينال كورد في مكانه بفعل التلات عوامل، الفايلم تيرمينال اللي هي كانت البيا مطر، ثم الديورة مطر من فوق عند الفورمال ماجنم، ومن الجوانب عند الانتر فيرتبرال فورامينا، ثم من الجوانب ايضا بالدينتيكوليت ليجامنت اللي هي ديريفاتيف خارجه منين؟ خارجه من الديوره مطر. السباينال كورد هو في مكانه بيتقسم لعدد 31 قطعه يسموها سيجمنتس. السيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، قطع السباينال كورد. ال 31 قطعه دول كانوا مترتبين كالتالي: 8 في منطقه النك، و12 في منطقه الثوركس، وخمسة في منطقة اللمبر، وخمسة في منطقة السكرال، وواحد في منطقة الكوكسكس. المناطق دي من ايه؟ من السباينال كورد، مش من مناطق الفرتبرا كورم. ليه؟ لان هنا في ملحوظتين. اول ملحوظة ان من كل من الصيد بتاع كل سيجمنت بيخرج one pair of spinal nerves، يعني ال 31 قطعة هيخرج منهم 31 بير من السباينال نيرفز. أول ملحوظة. الملحوظة الثانية إن السيجمنتس أوف ذا سباينال كورد إز نوت كورسبوندينج تو ذا سيجمنتس أوف فيرتبرال كولم. ومين السيجمنتس أوف ذا فيرتبرال كولم؟ اللي هي الفيرتبرا الواحدة. يعني السيجمنت أوف ذا سباينال كورد لا تناظر السيجمنت أوف ذا فيرتبرال كول، يعني لا تناظر الفيرتبرا اللي قدامها. بمعنى ايه؟ يعني اذا كانت ديت السيجمنت الثامنه من السباينال كورد، فهنجدها امام السيجمنت مثلا السابعه في الفيرتبرال كولم، هي من الفيرتبرا السابعه. طب جينا ننزل تحت هنا، ديت السيجمنت رقم 12
من السباينال كورد هنجدها امام الفيرتبرا الثوراسيك التاسعه. طب نيجي نشوف هنا، ديت السيجمنت الخامسه من اللمبر سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، هنجدها في امام في مواجهه ال 11 ثوراسيك فيرتبرا. ده يرجع السبب في كده ايه؟ ان احنا قلنا ان طول السباينال كورد از نوت كورسبوندنج لللينث اوف ذا فيرتبرال كولم، لان السباينال كورد لا يشغل كل الفيرتبرال كل الفيرتبرال كانال. ادي سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، 8 ثوراسيك، 8 سيرفيكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 سيكرال، 1 كوكسيجيال. نحب بس ننبه لحاجه افكركم بيها، انا عندي 8 سيجمنتس في السباينال كورد بيخرج منهم 8 بيرز اوف سيرفيكال نيرفز، انما البونز انما الفيرتبري بتاعه السيرفيكال ريجون اوف ذا فيرتبرال كولم كان عددهم 7، يبقى بون 7 ونيرفز 8. تمام، ده في منطقه النك. طيب اذا جينا ننظر للاكسترنال فيتشر اوف ذا سباينال كورد، خدنا قطاع كده في السبينال كورد وعايزين نبص عليه من بره، فهنجد ان في 6 ديبريشنز على السيرفيس اوف ذا سبينال كورد. الديبريشن الاولاني يقع في الميدل لاين من الامام، يسموه انتيريور ميديان فيشر، هينظروا سبتم من الخلف اسمه بوستيريور ميديان سبتم. ثم في عندي بعد كده 2 انتيريو لاترال سالكاي، واحد ليفت والتاني رايت، واتنين بوستيريو لاترال سالكاي ايضا، واحد ليفت والتاني رايت. يبقى اذا عندي 6 ديبريشنز، ادي 1 2 3 4 5 6. تعالوا نشوف الكومبوننتس مره ثانيه اوف ذا سباينال كورد في منظر اخر، ده السباينال كورد وادي الكومبوننتس المختلفه بتاعتها. هنشوفها دلوقتي، ادي السيرفيكال نيرفز، ثوراسيك نيرفز، لامبر نيرفز، سيكرال، دي النيرفز المختلفه اللي كانت خارجه. تعالوا من السباينال كورد، تعالوا نشوف كده كل نيرف، لو خدنا كل نيرف لوحده ادي كان طالع اهوت، او زي هنا مثلا كان طالع بتو ريما، طالع بتو روتس يعملوا مع بعض، التو روتس هيعملوا ترانك والترانك يتفرع الى توري ماي بالشكل احنا شايفينه ده. افكركم ان هو الكودا اكوينا اللي هي كانت زحمه اللمبر والسكرال والكوكسجيال نيرفس بعد نهايه السباينال كورد، زحمتها عامله شكل دي الحصان اللي بيسموها الكودا اكوينا. ده نفس الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده على الكومبوننتس اوف ذا سباينال نيرفز. احب بس افكر تاني واكد واقول ان الفنترال روت كان موتور والدورسال روت كان سنسوري، اما النيرف ترانك ده كان ميكسد والريماي اوف ذا ترانك كانوا ايضا ميكسد. في منظر اخر اهوت للكومبوننتس اوف ذا سباينال نيرف، ادي من عندي الدورسال روت وادي من عندي هنا الفنترال روت بيتحدوا مع بعض عند الانتر فيرتبرال فورامن، ده الانتر فيرتبرال فورامن ويكونهم الميكسد نيرف ترانك، ادي الانتر فيرتبرال فورامن وده الميكسد نيرف ترانك اللي هو السباينال نيرف اللي بتفرع لفرعين اثنين، فرع في الامام اسمه فنترال ريماس وفرع في الخلف اسمه دورسال ريماس. الروتس ديت مخصصه، يعني ايه تخصصيه؟ يعني الدورسال روت ده كان سنسوري والموتور ده كان الفنترال كان موتور، اما الترنك والرماي اللي طلع منه فدي كانت ميكسد. بعد كده هندخل على البلاد سبلاي اوف ذا سباينال كورد. بلاد سبلاي هنقسمها الى ارتيريال سبلاي وفينوس درينج. الارتري الاول المسؤول عن تغذيه السباينال كورد اسمه انتيريور سباينال ارتري. ده جاي منين؟ الرسمه دي تبين ايه؟ ديت نهاية المدلة أوبلونجاتا، المدلة أوبلونجاتا اللي هي اللور بارت اوف ذا برينستم. ده الفورم الماجنم وده السباينال كورد اللي هو الكونتينيويشن اوف ذا مدلة أوبلونجاتا. كان داخل هنا بقى تجويف المخ أو تجويف الجمجمة، مش عارف، مش تجويف المخ، ده تجويف الجمجمة. بتجويف الجمجمة اللي هو الكرينيال كافيتي كان دخل شريان. هذا الشريان كان ماشي في الترانسفيرسوريال كانال، الكنال اللي موجوده في الترانسفيرس بروسيس اوف ذا سيرفيكال فيرتبري. هذا الشريان اسمه فيرتبرال ارتري، ده كان برانش من السبكليفين ارتري.
هيدخل من الفورم الماجنم. انا عندي اتنين فيرتبرال، واحد رايت واحد ليفت، هيتحدوا مع بعض ويكونوا البازل الارتري، وده الشريان الاساسي المسؤول عن تغذيه البيز اوف ذا برين. الفيرتبرال ارتري انا عندي واحد رايت واحد ليفت، هيخرج من كل فيرتبرال ارتري شريان صغير على شكل روت، واحد رايت واحد اتحدوا مع بعض. هيتحدوا مع بعض فين؟ عند الانتيريور ميديان فيشر، ويكونوا الانتيريور سباينال ارتري اللي هو الارتري الاولاني المسؤول عن تغذيه الجزء الامامي من السباينال كورد. طيب الارتري ده هيمشي وهيغادر مين؟ هيغادر الكرينيال كافيتي، هينزل داون ووردز في الانتيريور ميديان فيشر از ا سنجل ارتري، يعني التروتس اتحدوا مع بعض وكونوا ارتري واحد اسمه انتيريور سباينال. هيمشي في الانتيريور ميديان فيشر على الانتيريور سيرفيس اوف ذا سباينال كورد، وطول ما هو نازل يضيق يحصل له ناروينج، وهينتهي بنهايه السباينال كورد، وده اطول ارتري في جسم الانسان اللي هو الانتيريور سباينال ايه؟ انتيريور سباينال ارتري. هيمشي بهذا المنظر، هيخرج من الفيرتبرال من الفورام الماجنم ويمشي على الانتيريور سيرفيس او زي ايه؟ of the spinal cord over the anterior median fissure. كويس، ده الارتري الاولاني، يبقى خرج باتنين روتس لكنه اتحدوا مع بعض وعمل وان ارتري. الارتري الثاني اسمه posterior spinal artery، هيخرج ايضا من الفيرتبري يعني داخل الكرينيال كافيتي، بس هيخرج كتو سيبريت ارتز، وهيمشي فين؟ هيمشي في الباك اوف ذا سباينال كورد. بعد ما يعدي الفورامين ماجنم هيمشي في البوستيرولاترال اسبيكت اوف ذا سباينال كورد. ادي عندي واحد ليفت وعندي واحد رايت، وبعد كده هينقسم كل واحد الى اتنين، واحد انتيريور وواحد بوستيرور. الانتيريور هيمشي قدام الدورسال روت، والبوستيرور يمشي ورا الدورسال روت اللي هو ده، ماشي؟ الدورسال ده يعني ورا الدورسال روت بتاع السباينال نيرف اللي خرج من هذا المكان من الدورسال هورن من هنا، ويفضل ماشيين بطول السباينال كورد، هينتهي مع الترمينيشن ايضا اوف ذا سباينال كورد. احب اقول ان الانتيريور سباينال ارتري كان وان ارتري وبيغذي الانتيريور ماس اوف ذا سباينال كورد، البوستيريور سباينال ارتريز كانوا تو ارتريز مش ارتري واحد، ماشي في الباك وبيغذي منطقه الباك اوف ذا سباينال كورد. الاثنين خارجين من الفيرتبرال ارتري بداخل الكرينيال كافيتي، والاثنين خرجوا من الايه؟ خرجوا من الفورامن ماجنم، بس الانتيريور سباينال كان واحد والبوستيريور سباينال كان اثنين. ده كان الانتيريور والبوستيريور سباينال ارتريز. طب ماذا عن الجوانب؟ الجوانب السايدز، السايدز اوف ذا سباينال كورد هتتغذى من مجموعه ارتريز يسموها راديكولار ارتريز. ايه حكايتها؟ راديكولار جاي من راديوس. راديكولار ارتريز دي ارتريز يعني لاترال ارتريز، ارتريز تغذي اللاترال كولم اوف ذا سباينال كورد. دي جايه منين الارتريز دي؟ هتدخل السباينال كورد عن طريق الانتر فيرتبرال فورامينا، يعني مع مسارات او مخارج السباينال نيرفس. السباينال نيرف يخرج، هي تدخل من الانتر فيرتبرال فورامينا. هي برانشز منين؟ تختلف. في السيرفايكال ريجون كان برانش من الفيرتبرال، في الثوراسيك ريجون كان برانشز من الانتركوستال ارتريز، في اللمبر ريجون كانت برانشز من اللمبر ارتريز، في السيكرال ريجون كانت برانشز من اللاترال سيكرال ارتريز. ده السباينال كورد نيمناه هوريزونتال وقطعناه وبصينا، لقينا هنا ايه؟ ادي الدورسال روت وادي الفنترال روت، وده الانتر فيرتبرال فورامن والسباينال نيرف، دي على الناحيه ديت، وكذلك على الناحيه الثانيه، وده السباينال نيرف، ده الانتر فيرتبرال فورامن، ده المكان اللي هتدخل منه من الراديكولار ارتريز اللي احنا قلنا مصادرها بتختلف على حسب الليفل. طيب ادي كان الانتيريور سباينال ارتري، ده عارفينه، ده كان واحد وماشي على الانتيريور ميديان فيشر واللي كان بيضيق كل ما ننزل تحت. طب ده البوستيريور سباينال ارتريز، احنا قلنا ده اتنين، واحد ليفت وواحد رايت، وكل واحد يتفرع لفرعين اتنين، واحد يمشي ورا الدورسال روت، واحد ادي ورا الدورسال روت، ورا الدورسال روت، واحد يمشي قدام الدورسال روت، ده هنا على الناحيه الشمال، واللي زيه التاني على الناحيه اليمين بهذا الشكل. طيب يبقى كده الانتيريور بوستيريور، امال فين الراديكولار ارتريز؟ اهي ادي الراديكولار ارتريز، شايفينها؟ ادي كل ارتري بيجي من الانتر فيرتبرال فورامن
من الارتر المناظر له على حسب السيجمنت، على حسب المستوى. احنا قلنا في السيرفيكال ريجون كان من الفيرتبرال وهكذا، في الثوراسيك كان من الانتركوستال، في اللمبر من اللمبر، من السكرال من السكرال. طيب كل ارتر يدخل من انتر فيرتبرال كورامن، انتر فيرتبرال فرامن، ويتفرع لفرعين اتنين، كل فرع يمشي مع روت من الروتس المكونه للسباينال نيرف، ثم يدخل بعد كده يعمل ايه؟ هيتفرع الى عدد من الفروع هتغذي اساسا اللاترال ماس والى حد ما الانتيرور والبوستيرور ماس اللي بيسموها الكولمز اوف ذا سباينال كورد. طب تعالوا نشوف الفينس درينج. ده عن طريق ست اورده ماشيه طوليا بتكون 6 لونجيتودينال فينس شانلز متناثره على السيرفيسز المختلفه للسباينال كورد. ادي السباينال كورد، ده الدورسال روت وده الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف، وعلى الناحيه الثانيه نفس الحكايه. مين هم السته فينز دول؟ سته فينز ماشيين بالطول. ماشيين ازاي؟ تعالوا نبص مع بعضنا. الفينز اللي ماشيه هتتجمع وهتكون الاتي. ادي الفينز المناظره للارترز هتتجمع مع بعضها وتعمل السته شانلز. تعالوا كده، اول شانل، اول فين ده كان قاعد في الانتيريور ميديان فيشر. الفين الثاني قاعد فين؟ قاعد في البوستيريور ميديان فيشر. بعد كده في تو فينز قاعدين ورا الدورسال روت اهو، وفي تو فينز قاعدين ورا الفنترال روت، يتجمعوا مع بعض هذه الشانل وفي في بيهايند ذا فيرتبرال كولم يكونوا فيرتبرال بلكسس اوف فينز.